عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عين التعليم، آخر الأخبار من قلب الميدان التعليمي وقصص الناجحين الملهمة والكثير من الأحداث المميزة. العناوين: ولي العهد يزور الحرم المكي ويشارك في غسل الكعبة. المقشع إنجاز علمي باسم جامعة المجمع لمساعدة مرضى الرئة. واليوم يبدأ العد التنازلي لإعلان الفائزين بجائزة التعليم للتميز. وفي بصمة هذا المساء نورة آل سرور وجائزة سيبو العالمية. زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فجر هذا اليوم الثلاثاء الحرم المكي الشريف ضمن متابعة تنفيذ مشروع جديد لتوسعة الحرم المكي وتطويره. دشن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم خلال زيارته لمقر مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع اليوم موهبة، رابطة موهبة للموهوبين والمبدعين التي تأتي تتويجا لجهود المؤسسة في دعم موهوبي الوطن وموهوباته. كما قامت إدارة الجودة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبحضور سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ حمد الوهيبي لقاء مع مديري ومديرات مكاتب التعليم ومشرفي ومشرفات الرياضيات والعلوم، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد الاختبارات الدولية تيمس. والتفاصيل في التقرير التالي مع الزميل محمد مدني. استكمالاً لمراحل الاستعدادات لشهر أبريل القادم والذي سيشهد فيه الميدان التعليمي الاختبارات الدولية تيمز التي ستضع أرقاماً هامة قد تؤثر بشكل مباشر في تصنيف التعليم في المملكة بين أكثر من 60 دولة، التقت إدارة تعليم الرياض بقادة المدارس المشاركة في الاختبار الدولي تيمز، شاركت فيها إدارة الجودة وقياس الأداء للوقوف على أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة ومنها مسؤولية الأسرة والمعلم. رسالة واضحة وبينة، الزملاء يحتاجون من يلتقي معهم، يستمع إليهم، تصل الرسالة بطريقة صحيحة، نجتمع سويا ونلتقي سويا لأجل إن شاء الله أن نقدم أبنائنا في اختبارات التيمس والاختبارات الدولية عامة ما يعبر الحقيقة عن مستوى النظام التعليمي وما يقدمه من نواتج تعلم لأبنائنا. اليوم كان لقاء سعادة مدير عام التعليم منطقة الرياض مع قادة الميدان من قادة المدارس وقائدات المدارس ومشرفي ومشرفات العلوم والرياضيات ومنسقي ومنسقات الاختبارات الدولية ومديري ومديرات مكاتب التعليم في مدينة الرياض. الفائدة الكبيرة في استضافتنا أنه كيف فريق العمل عندنا والميدان التربوي يستفيد من العرض المطروح اليوم، يهيئ الأقسام التعليمية في ما سيتم طرحه في اختبارات تيمز 2019. تقف إدارات التعليم على قدم وساق وبشكل مباشر مع قيادات المدارس المشاركة في مناطق المملكة المختلفة للخروج بأفضل النواتج التي ستظهر واقع الطالب السعودي ومحصلته العلمية. لقناة عين محمد المدني الرياض. وإلى المجمع حيث آخر أخبار هذا المساء، أحرزت جامعة المجمع إنجازا علميا يضاف إلى رصيدها العلمي والبحثي وخدمة المجتمع بحصولها على الميدالية الذهبية من قبل هيئة الدراسات المتطورة والأبحاث برومانيا. وتحصلت الجامعة على الميدالية البرونزية في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي نظمه النادي العلمي الكويتي بدولة الكويت مؤخرا، وهو جهاز مصمم لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل في الرئة نتيجة تجمع كميات في المخاط أو من المخاط في مجرى الهواء بصورة قد تؤدي إلى إغلاقه.
إذن كان هذا هو خبر الأخير معنا في أخبار اليوم، وننتقل إلى موهبة هذا المساء، خط جديد من مواهب عين التعليم. بدأت الرسم منذ طفولتها حتى أصبحت من هواياتها موهبة لهذه الطالبة شروق السلهام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والرسم على الفحم. أرحب بالطالبة شروق من جامعة الإمام، حياك الله معنا في عين التعليم. أهلا، سعداء بوجودك معنا اليوم، ما شاء الله تبارك الله. أشوف مجموعة من الأعمال موجودة معنا في هذه المنصة. جميل الحقيقة اللي شفناه اليوم من رسماتك، وراح نتعرف على إبداعك اليوم من خلال 50 دقيقة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. تعودنا من مبدعين التعليم في عين التعليم. وش راح ترسمين إن شاء الله اليوم؟ اليوم راح أرسم واحد من أفراد عائلتي. إيه، أختي الصغيرة اليوم حاضرة. فحبيت أفرحها اليوم. جميل، تستاهل. طيب، خليني أبدأ مع شروق بموهبة الرسم. من متى وشروق ترسم؟ من طفولتي. لأن بسبب الوالدة عائلتي كلهم رسامين ما شاء الله. إيه، فكنت أرسم أنيميشن طول حياتي إلين ثالث ثانوي. من ثالث ابتدائي؟ حلو، إلين ثالث ثانوي. هذه الرسمات يعني اللي حببك للرسم هو والدتك لما كانت ترسم؟ إيه أكيد، لأن كانت ترسم لنا وإحنا نلون فوقها، فقمت قلت ليش ما أصير نفسها إذا كبرت. طيب، متى بديت ترسمين رسم؟ رسم جدياً قبل ثلاث سنوات ما شاء الله. إيه، يعني لما كنتي في المرحلة الثانوية؟ جامعة. أو يعني أنا ما أدري بأي مستوى الآن، لكن يعني بداياتك القوية في الجامعة. إيه، والرسومات اللي معنا الآن اليوم هذه في الجامعة؟ إيه، الرسمات الكبيرة في الجامعة. وهذه؟ هذه لا، هذه في الثانوي لأن كنت أرسم أنيميشن. طيب، هذه تعتبر رسمة مميزة. طيب، بداياتك لما كنت تتعلمين الرسم، هل كانت أمك مثلاً عندها دورات معينة ممكن تعطيك أبجديات في الرسم حتى تعلمت من الوالدة؟ لا، ما أعطتني أبجديات بالضبط، بس إنه لا، كانت تعلمني إنه وش الشخصيات اللي تحبينها أنا أقدر أرسمها لك. حلو. فحبيت كيف إنها أنجزت هذا الشيء قدامي، فقلت إنه لا، هي قدوتي بالأخير. طيب، شروق كانت تأخذ دورات في بعض الأساسيات في طريقة رسم الوجه مثلاً، اللي يحطون مجسمات معينة أو دوائر وما أشبه ذلك حتى يطلع الوجه بالشكل المناسب؟ هو لازم نسوي الدوائر هذه، بس أنا أحب أبدأ من نفسي أرسم العين دون الاعتماد. إيه، لأن أبي يطلع ستايلي بالأخير، مو إنه فني، مو شيء محتكر على شيء معين أو دائرة معينة. طيب، أنت كنت تناظرين صورة وتحاولين تطبقين مثلها؟ إيه، أرسم أختي دائماً لما تكون قدامي. البدايات ما هي بصعبة، لما يعني لما أقول واحد ارسم اللي قدامك يقولك ما أعرف إلا صح، هو صعبة مرة وكلام الناس مرة صعب. إيه، وكيف توصلين لهالمرحلة ترسمين شخص قدامك؟ بس لا، قدرت. طيب، أنيميشن هذه كانت في المرحلة الثانوية؟ إيه. في الجامعة؟ في الجامعة لا، تطورتي بوتري. في الرسم بوتريه. طيب، كيف انتقلتي لبوتريه؟ وش اللي خلاك تنتقلين لهذا اللون من الرسم وهذا النوع؟ لأن هذا النوع يبين الأشخاص بالضبط، فأنا ودي أجسد الأشخاص عندي. شفتي عند أحد أو حبيت تغيرين؟ إيه، نعم. أو كان عندك اطلاع معين على الرسمات فغيرتي رأيك؟ إيه بالضبط، أنا سافرت برا فشفت إن كيف الناس قاعد يرسمون برا، فقمت قلت إنه مرة حلو إن كيف يجسد الشخص ورقة وبين جلد طبيعي. قلت لا، أنا أبي أسوي زيه. فاشتغلت. طبعاً الرسومات هذه فحم ولا إيش اللي عندنا تحت؟ هذه فحم، أما اللي تحت لا، ألوان بان باستيل. وش هي الألوان هذه؟ بودر. بودرة. إيه، نفس طريقة الفحم بس ألوان. وهذه الدولة اللي رحتي فيها هو اللي كان نقلة نوعية بالنسبة لك باستخدام هذه الطريقة؟ انجذبت لهذا النوع من الرسم. حلو، وحسيت إنه فعلاً شيء يستاهل إنك تشتغل عليه. إيه، مرة غير بحياتي كثير. لك مشاركات؟ أول شيء فورناتو مول. إيه، كان مرة مشاركة مرة حلوة. وبعت لوحات هناك. جميل. إيه، مرة تحفزت. بعدين شاركت في جامعتنا قبل أسبوعين، كان عندهم منافسة الموهبة والإبداع. جامعة الإمام. إيه، جامعة الإمام الإسلامية. وأخذت في المرحلة الأولى الحمد لله المركز الأول. ما شاء الله. إيه، في الرسمة اللي هنا. اللي أول واحدة. أيوه. إذا كانت تطلع على الشاشة الآن. أيوه، أول واحدة على اليمين. إيه. طيب، وأخذت المركز الأول. إيه، الحمد لله. ما شاء الله. وش كان تخصصك؟ أنا تخصصي تمويل استثمار. أباجي للتخصص والموهبة، لكن كم يبي لك وقت حتى تنجزين رسمة اليوم اللي على الفحم ولا؟ اي على الفحم. بحاول اخلصها، هو بس انا اقعد اسبوعين بس. يلا علشان اليوم. لا، ان شاء الله بتخلصي.
40 دقيقه تكفي ان شاء الله او 50 دقيقه ان شاء الله انا قدها باذن الله. اخر الحلقه ان شاء الله بنجيك، وطبعا المخرج بياخذ لقطات في نهايه كل فقره، نشوف وين وصلتي في نهايه او في الاجزاء النهائيه لكل تفاصيل هذه الرسمه. بالتوفيق يا شروق، وابدئي بالرسم بادواتك الموجوده عندك للفحم. نرجع لك ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، جائزة التميز منذ إطلاقها قبل 9 سنوات صنعت حراكا متميزا في الميدان التعليمي، وخلقت روح المنافسة بين مختلف أفراده ومنتسبيه. وسنحتفي غدا بإذن الله بالدفعة 9 من المتميزين في التعليم. في فقرتنا الرئيسية نتعرف اليوم مع ضيوفنا المرشحين للفوز بجائزة التعليم للتميز في دورتها 9 على أهمية الجائزة ودورها في تحفيز الميدان التربوي. نتابع وياكم هذا التقرير ومع الزميل عبد الله حمد. جائزة التعليم للتميز منصة تتويجية يتنافس عليها الميدان التربوي بمختلف فئاته وأفراده، تنافس يصقل مهاراتهم ويطور إمكانياتهم لينعكس أثر الجائزة على الطالب والبيئة الدراسية. طبيعة الجائزة ومسمى الجائزة هي جائزة مخصصة لقطاع التعليم، وهي جائزة محلية طبعا، ومن أهدافها طبعا هي خدمة الميدان التعليمي بالمملكة. وفي دورتها 10 أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن تطوير فئاتها وإضافة 4 فئات جديدة لتتيح فرصة أكبر للميدان التعليمي، كما كشفت على هامش المؤتمر الصحفي عن 114 مرشحاً للفوز بالمراكز الأولى في الجائزة. الجائزة عمرها 10 سنوات، يعني دخلت سن التكليف الآن أو باقي عليها شوية، زين؟ هذه واحد. الشيء الثاني التوسع، ما زال الميدان محتاج والميدان عطشان لمثل هذه التجربة، أن تتوسع وأن تكثف فيها الجهود وأن تأخذ شريحة أكبر من المستفيدين. الخروج الإقليمية يعني ليس هدف بقدر ما يكون هو نتيجة المفروض، وتجربتنا الآن في جائزة التميز، يعني التحكيم الإلكتروني، جائزة التعليم التميز هو أول من بدأت على مستوى الإقليم بالتحكيم الإلكتروني. أعوام من البذل والعطاء قدم خلالها المرشحون لجائزة التميز أعمالاً ومبادرات عميقة يحصدون ثمارها على منصة التتويج. لقناة عين، عبد الله حامد، الرياض. إذن أعزائي مشاهدين، العد التنازل تقريبا عندنا 19 ساعة إلى 20 ساعة يتم فيها إعلان النتائج للفائزين بجائزة التميز بفئاتها المتعددة. 114 معلم هم من المؤهلين للحصول على هذه الجوائز. ما شاء الله عندنا تقريبا 25 سيارة، 5 مليون نقدية هي قيمة الجوائز النقدية المقدمة للمعلمين. اليوم حبينا يشاركنا مجموعة من المعلمين المرشحين للجائزة، جائزة التميز. كل تقريبا فئة من الفئات فيها تقريبا ما بين 10 إلى 12 25 على حسب كل فئة من المرشحين للفوز بهذه الجائزة، لكن حسب الترتيب من الأول إلى العاشر. ورحب معي بالمرشحين لنيل هذه الجائزة غدا، متحفزين ويأخذون الأنفاس. ما أدري عاد الليلة بينامون زين أو لا، متحفزين للحصول على هذه الجائزة. ورحب بالبداية الأستاذ مرشد الكويكبي، مشرف عام القيادة المدرسية في إدارة الإشراف التربوي ومرشح لفئة المشرف التربوي. حياك الله أستاذ مرشد. حياك الله. سعداء بوجودك معنا في عين التعليم. وأنا كذلك أسعد لحظتك. أيضا معنا من الأساتذة المشاركين في هذه التصفيات المعلم عبد الله الزهراني، المرشح لفئة المعلم المتميز من إدارة تعليم مكة المكرمة. الحمد لله على السلام وحياكم الله. الله يسلمك والحمد لله على كل حال، أسأل الله التوفيق. اللهم آمين. طيب، إذا 9 سنوات تقريبا هي عمر الجائزة، وكل سنة ما شاء الله يطلع لنا كوكبة من المعلمين المتميزين اللي يشاركون في هذه المسابقة. أنا ببدأ بالأستاذ عبد الله، حكم أنك أستاذ عبد الله شاركت في النسخة الرابعة ولا؟ بالضبط النسخة. كيف كانت المشاركة في النسخة الرابعة وكيف النسخة 9؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا المقام أتقدم بخالص الشكر إلى قناة التعليم
والقائمين عليها، واستغل الفرصة وانتهزها لأقدم الشكر إلى معالي وزير التعليم وإلى وكلائه والقادة، قادة القادة بالوزارة وإلى مدراء التعليم. صراحة المسابقة جائزة التعليم للتميز أعطتني كثير من الانطباعات والكثير من الإجرائية في العمل. التجربة الأولى يعني كانت يعني وجود كثير من المعايير تنطبق علي، والحمد لله رفعت ملف في آنذاك ووجدت الحمد لله يعني أن كانت مشاركة الأولى صح ولا لا الرابعة؟ كيف كانت يعني؟ كانت المشاركة أول شيء يعني حققت كثير من المعايير المطلوبة والمؤشرات التي تندرج من تحت المعايير. جميل. على ضوءها بنيت كثير من الأنشطة وكثير من البرامج. وكان يعني حصلت على مركز معين، والسنة هذه تطمح إلى المركز بإذن الأول. الله بإذن الله. بإذن الله. الطموح ما زال موجود وسيزال إن شاء الله. أطمح في أن أكون مثلاً أمثل فئة المعلم، أمثل إدارة تعليم مكة، أمثل وزارة التعليم إن شاء الله بإذن في الله. محافل طيب. عالمية إن شاء الله. خلنا نشوف أستاذ مرشد من فئة الإشراف التربوي. نعم. هذه أول مرة تشارك فيها في جائزة التميز أو جائزة التعليم للتميز، كيف تشوف المشاركة هذه كونها الأولى لك؟ الصراحة المشاركة فيها نوع من التحدي. إيه؟ في هذا يعني والحمد لله عملت، وجائزة التميز هي حصاد ولعدة سنوات صحيح. سابقة نتيجة عمل وعطاء صحيح. إن شاء الله مستمر بإذن الله ولا يتوقف هذا العمل عند هذا الحد، بل نكون إن شاء الله سفراء للتميز في الأعوام القادمة بإذن الله. قبل لا تدخل في هذه المنافسة وفي هذا في هذه الجائزة، جائزة التميز بين 115 معلم المرشحين بعد تأهيلهم أو اجتيازهم للمرحلة الأولى كتصفيات، كان لك اختبار أو عفوا دراسة أو زي ما نقول قائمة ببعض المحكات الخاصة فيك اللي قدمتها للمعلمين كقياس لأداء الأستاذ مرشد؟ لا شك أي متقدم في جائزة التميز هناك معايير، ولكل معيار مؤشرات، ومن ضمن هذه المؤشرات يعني هو أعمال المشرف التربوي في كل مجال، مثلا التمكن العلمي وأثره على الميدان التربوي والبحوث والدراسات اللي عملتها، حضور اللقاءات والمؤتمرات العلمية، أوراق العمل. تقييمهم كان بالنسبة لك دافع مؤثر بالجانب الإيجابي؟ نعم، يعتبر التقييم يعني هو مرآة صادقة لما تقوم به من عمل صحيح. لإبراز نقاط القوة ومعرفة فرص التحسين. يعني نصيحتي لكل معلم أو لكل زميل أن يعمل صراحة على التقييم من زملائه، سواء معلمين أو حتى أبناء الطلاب يعني أو رؤساء أقسام أو قيادات التعليم أو على المستوى قيادات الوزارة. جميل. سعد الله، وش الدافع لك أنك تشارك المرة الثانية؟ ما شاء الله فزت الرابع وتشارك التاسع. بالعكس، الطموح ما يقف يعني في ممارستي للمهنة. جميل. وجدت أن كثير من يعني البيئة المدرسية والبيئة الصفية يحتاج لها كثير من العطاء. حاولت أن مثلا أنقل ثقافة الجائزة مع زملائي المعلمين على مستوى إدارة التعليم وعلى مستوى أيضا إدارات التعليم. كان لي حافز قوي جدا وجود كثير من المؤشرات وشواهدها في التقديم للدورة التاسعة. جميل. بس وضح لسادة المشاهدين، بما أنه أمامنا تقريبا 19 ساعة على إعلان النتائج، أحنا الآن طبعا معنا الأساتذة المرشحين للجائزة، أيضا سيكون معنا إن شاء الله عبر الهاتف الأستاذة النورة الصقري قائد مدرسة بتعليم نجران، وهي مرشحة للفوز بفئة الإدارة المدرسية. أيضا معنا الزميل محمد المدني في أرض الحدث في وزارة التعليم في المسرح لنقل الصورة وعمل اللجنة القائمة على هذه الجائزة، الذين لا يزالون هناك يعملون من أجل التجهيزات والتشطيبات الأخيرة لجائزة أو جوائز الغد. أرجع لك أستاذ مرشد بالنسبة لترشيحك لهذه المسابقة وهذه المنافسة. طبعا
هناك أشياء قد يتبادر لذهن الشخص أو ينتبه لها من خلال وجود محكات معينة تقيمه، هل هناك قرارات معينة قررتها بعد ما أردت المشاركة في هذه المنافسة بين المعلمين للحصول على جائزة تميز؟ القرار الأول هو قرار التحدي صراحة، والقرار الثاني هو أن الإنسان يعمل له خطة لتطوير ذاته ينعكس إيجابيا بإذن الله على الميدان، وهذا يعتبر من أهم القرارات يعني التخطيط المستمر بإذن الله، وإن شاء الله مستمرين في. شاركت في مؤتمرات؟ شاركت في بحوثك الخاصة؟ نعم، عملت بحوث ونشرتها في مجلات علمية محكمة. جميل. وأيضا يعني شاركت في أكثر من ملتقى على مستوى الوزارة في تقديم أوراق عمل وحضور كثير من المؤتمرات العلمية التي الصراحة انعكست إيجابا على تطوير عملي، وإن شاء الله أني ينعكس أيضا إيجابا على الميدان التربوي بإذن الله. بإذن الله. أستاذ عبد الله، كونك ما شاء الله الآن خبير، شاركت ما شاء الله بنسختين، لما يشاهدنا أحد المعلمين الآن يريد أن يشارك في جائزة التميز، ما المطلوب منه حتى يشارك في هذه الجائزة؟ والله أول شيء الاستخارة من الله سبحانه وتعالى، ثاني شيء الإقدام وقراءة الأدلة ذات العلاقة، ليس هناك شيء مستحيل. صحيح. شواهد جائزة التعليم للتميز يمارسها تمارسها كل فئة في مجال عملها، فأنا أحث المعلمين، أحث جميع الفئات على المضي قدما إلى التقديم والترشيح إلى هذه الجائزة. جميل. خلني بس أنتقل أيضا للاتصال معنا الأستاذة نورة الصقري، قائد مدرسة بتعليم نجران، مرشح الفوز أيضا بفئة الإدارة المدرسية. أستاذة نورة، السلام عليكم وأهلا بك معنا في عين التعليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا حياكم الله. ليت يشوفون الصوت الشباب لأني ما سمعتها، صوت بعيد. طيب طيب أستاذة نورة، هلا حياك الله. أول شيء أبارك لك الحقيقة ترشيحك للجائزة، جائزة التميز. ما الذي جعل الأستاذة نورة هي مرشحة من بين عدد من مدراء المدارس للحصول على هذه الجائزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولاً أبدأ معكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لنا ولكم العون والسداد والتوفيق. بداية أخي علي، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لك ولقناة عين على اتاحة هذه الفرصة بأن أكون ضيفاً عليكم، سائلة الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد. اللهم آمين. أولاً أستاذ الفاضل، النجاح والتفوق هم ثمار وجهد كل مجتهد، وكل إنسان يطمح للنجاح والتفوق في مجال معين. النجاح أستاذ الفاضل هو تحقيق الغايات والأهداف الحياتية التي نطمح دائماً إليها. أما في الحديث عن جائزة التميز، أود القول بأن الارتقاء في أداء الأعمال والجودة في العمل بالتمام بشكل كبير نحو التميز في تحقيق أهداف المؤسسة. فعندما نتحدث عن التميز فإننا نعني الجهد والأداء الفعال الذي يجعل المرء ينفرد ويظهر على الآخرين. جميل. أستاذة نورة المعذرة على المقاطعة، يعني الجائزة هل لها أثر بالنسبة لك على أدائك في الإدارة وعلى الميدان التعليمي بالنسبة للطلاب الطالبات؟ نعم، الحمد لله على نعمائه وفضله، الحمد لله على التوفيق والنجاح بعد الصبر والجهد المبذول. بالحقيقة جاءت الجائزة بعد جهود كبيرة تبذلها القائدة بصحبة فريق عمل مميز في مدرسة سائرة غزال التابعة لمنطقة نجران، ولا أخطي في الأستاذ الفاضل أنني في بداية الأمر ترددت المشاركة في الجائزة لأنني أعرف ما يقتضيه الحال. استمر بنا التفكير طويلاً لحفظ هذه التجربة المميزة، وحتى وقت متأخر من انتهاء التفكير قررنا وبكل حذر وجدية الدخول في هذه المنافسة. طيب. وربما أستاذة نورة، بالعودة إلى أستاذك، بالعودة إلى سؤالك أستاذي، أود القول أننا في المدرسة نعمل كمملكة النحل، فلكل منا لديه أعمال منوطة به ويقوم بأدائها كما يقتضي الأمر، ومرت فترة ليست بالقليلة ونحن نعمل في مختلف اللجان والأنشطة والوحدات التي تدعم العملية التربوية. طيب أنا ما أطول عليك أستاذة نورة، في سؤال بسأل للضيوف في نهاية الحلقة بسألك إياها الآن، توقعين أي مركز إن شاء الله راح تحصلين؟ والله يا أستاذ
المركز انا احمد الله جل جلاله الحمد لله والشكر له اولا واخيرا انني بينكم افضل فائزات في هذه الجائزه الكبيره. ثقتي بالله اولا بما قدمت وساهمت للفوز بهذه الجائزه وثقتي بزميلاتي ودعم الجميع والجهود الكبيره التي تضافرت لان اكون في هذا المكان اضع نفسي في مقدمه الفائزين والفائزات. هذا ليس انتقاصا من عمل وجود الاخرين ولكن عملي الامل والطموح هم عنوان المثابرين والواثقين بالله بانفسهم. لذا اتطلع ان اكون صاحبه المركز الاول في فئه القياده والاداره المدرسيه. سألكم الله العلي العظيم ان يتحقق ذلك وان يكون لي عونا على اداء امانتي كقائده للمدرسه. اذا الاستاذه نورا الصقري قائده مدرسه بتعليم نجران والمرشح للفوز بفئه الاداره المدرسيه لك التوفيق ان شاء الله ونشوفك من اصحاب المراكز الاولى باذن الله. بشراه اليوم تعليم نجران قائدة مدرسة مشاركة في جائزة التميز وأيضا معنا في بصمة معلمة حققت العديد من الجوائز يعني ما شاء الله تعليم نجران وأيضا تعليم مكة المكرمة والقريات سابقا ولا لازلت في قريات؟ لا الآن في جهاز الوزارة في الإدارة العامة وإشراف التربوي. طيب أرجع لكم بالنسبة لحديثي عن الجائزة أستاذ عبد الله أنت عضو في مايكروسوفت؟ نعم لدي طيب. عضوية عضوية مايكروسوفت ما الذي يمكن أن يقدمه المعلم عندما يكون عنده عضوية في مايكروسوفت؟ أي مادة سيد عبد الله أنت؟ مادة التربية الفنية. جميل. في البكالوريوس والماجستير مناهج وطرق تدريس. جميل. مايكروسوفت هو عبارة عن منصة عالمية يشارك فيها كثير من المعلمين على مستوى العالم. جميل. لنقل خبراتهم في مجال استخدام التقنية. حلو. يعني ممكن الفنيين يستخدمون تقنية في ممكن المادة؟ ممكن ممكن تستخدم التقنية بطرق واسعة يعني في العرض السابق في الانيميشن اللي كان مع الأخت السابقة لها علاقة بمجال التربية الفنية. مايكروسوفت يعني الآن بفضل الله سبحانه وتعالى هنالك شراكة مع وزارة التعليم. الشراكة هذه بنيت عليها فعالية. متى دخلت في العضوية هذه؟ تقريبا لي احنا السنة الثالثة الآن. جميل. الآن أنا أعتبر مدرب مايكروسوفت الخبير. وشاركون الطلاب يقدمون أعمالهم؟ والله ممكن يكون في بعض التجارب تطبق أونلاين يعني عن طريق برنامج السكايب يطبق كثير من التجارب تنقلها لجميع منهم في هذا المجتمع. جميل. أستاذ مرشد متى قررت أنك تشارك في المسابقة وفي الجائزة؟ الحقيقة القرار يعني كنت يعني عندي رغبة ولكن بوجود محفزين. جميل. أمثال كنت تشوفها وتتابعها. صحيح أنا شاركت في تحكيم يعني ملفات الزملاء قادة المدارس كمشرف قيادة مدرسية. فالحقيقة من الاطلاع يعني ونشر أيضا الثقافة كان يعني من سواء من الأمانة أو من الإدارات التعليم كان محفز لنا الصراحة. يعني ماذا كان يحفزك ويدعمك؟ الحقيقة يعني كل زملائي ولا أريد أن أذكر اسما حتى لا يعتب علي بعض الزملاء في نسيان أي شخص لكن أكيد ما حثوك إلا شافوا منك تميز. الحمد لله يعني كنت أكرم سنويا على مستوى إدارة تعليم القريات وأيضا يعني لي مشاركات على مستوى الوزارة في يعني في قبل عدة سنوات في سواء في اللقاءات التربوية أو في تحكيم أوراق عمل. فكان من ضمن المحفزين وأود أن أذكر اسمه هو زميلي وصديقي الأستاذ منور فياض نصيري منسق جائزة التميز. صراحة كان يحثني فيقول إن شاء الله نجد عندك يعني جميع يعني الشواهد في أعمالك وأنت كل سنة يعني تكرم من سعادة مدير التعليم القريات الدكتور محمد الثبيتي وجميع يعني مساعديه وجميع الزملاء رؤساء الأقسام. فيعني الشواهد قد تكون يعني ان شاء الله في نسبه يعني بنسبه جيده تكون عندك. فالحقيقه اقدمت وكانهم داعمين لي ومشجعين لي فيعني الصراحه اقدم كل شكر وعرفان وكذلك لزملائي في الوزاره يعني على يعني وكاله الاداء التعليمي والاداره العامه للاشراف ومشرفي القياده المدرسيه بالوزاره كانوا يعني اتاحوا لنا فرص المشاركه. استاذ عبد الله سم ابرز الداعمين اللي رغبوك في المشاركه في المره الاولى حتى انك اصبحت متحفز أساسا للمشاركة في المرة الثانية في هذه النسخة؟ صراحة الداعمين هما شخصين والدي حفظه الله وابني الآن في المرحلة الثانوية. جميل. كان يعني جميل الابن يكون حافز. الابن حافز ما قصر والدي والله كون يشوف والده اليوم في قناة عين ومن ضمن المرشحين لنيل الجائزة
هذا يعني قد يكون دافع لابن يكون مميز ايضا. يعني كنت استمد كثير من العطاء من ابن، يعني هذا الذي كنت اتعايش ايام اعداد الملف لجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة. والدي كان يلازمني بالدعاء في كثير من المراحل. الله يعطيه الصحة والعافية ويخليكم البعض يا رب. آمين آمين يا رب، جزاك الله خير. يا جزاك الله خير، الله يسلمك. طيب يحبنك. أنا بشوف الأجواء من خلال اليومين هذه فيها أجواء معينة. تو قبل الهواء لما سعد الله أخذ نفس شوي وياخذ نفس مره ثانيه، متوترين ليوم الغد. اي بعد شوي نبي ننتقل احنا وياكم ونشوف الواقع بالضبط على المسرح. صحيح. مع زميل محمد المدني على بال الشباب ما يجهزون الاتصال معه. حدثني عن الاجواء من وصولك الى الرياض واعلان انه اسمك من ضمن هذه القائمه اللي ممكن تفوز في احد المراكز العشره بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني منذ فئه المعلم كم واحد؟ هم عشرة. عشرة, عشرة عشرة معلمين وإن شاء الله أنهم أكفاء وإن شاء الله الحظ حالف لمن يستحقه إن شاء الله. منذ وصولي إلى مطار الملك خالد كان في هنالك حفاوة وتكريم من أن أقدم شكر وتقدير للطيران المدني في استقبالهم وحفاوتهم. صحيح. وهذا يدل على أن في ثقافة وفي اطلاع واسع من كثير من يعني الشراكة المجتمعية. حضرنا البروفة أنا والأستاذ مرشد وكثير من الزملاء هناك، يعني كانت الأجواء متوترة جدا، يعني ما تدري فين تجلس، كم الرقم الذي سوف تتناوله. صراحة أنا والله شوف من المركز العاشر إلى المركز الأول أي منها أنا أعتبره قبلة. هذه بجيها وأنت أستاذ مرشد، أنت أول مرة تشارك. نعم. كيف شفت حضورك من أول يوم لمقر الوزارة وشفت الاستعدادات؟ حقيقة أنا يعني كنت قريب من الاستعدادات، يعني الزملاء في الأمانة صراحة جهود مشكورة وتذكر، يعني استعداد في أيضا نشر ثقافة جائزة التميز. صحيح. وصراحة كثير من يعني على سبيل الإدارات الحكومية وكذلك بعض الجهات التي ساهمت في نشر هذه الثقافة، فكنت عن قريب الصراحة في يعني استعدادات الوزارة مبكر الصراحة في يعني في يعني نشر الثقافة وكذلك في التجهيز، يعني في التجهيز كنت يعني أشاهدهم الصراحة أثناء يعني انتقالي بين يعني أقسام الوزارة، فيعني شاهدهم فلهم منا كل الشكر والتقدير. طبعا عندما نتحدث عن تقريبا 25 سيارة، عدد منها كبير ليس بالقليل من السيارات الفارهة، أتحدث عن 5 مليون جوائز نقدية. أيضا كما تحدثت أيضا عن طريقة استقبال من المطار، مطار الملك خالد، وشفنا بعض اللقطات الحقيقة الجميلة والرائعة والحفاوة وتصدير بعض الهدايا، لأنه فعلا يؤكد أن هذا المعلم يستحق التقدير وهذا يبين مكانة المعلم. فما بالك إذا كان متميز في أدائه، متميز في تعليمه، وهو الذي سيعكس أثره على طلابه اللي هم جيل المستقبل الذين سيقودون الدفة لهذا الوطن المعطاء. أبغى أتحدث عن الجو حولكم، كيف شفتوا الحراك في الحديث عن هذه الجائزة، سواء معلمين، مدراء مدارس، طلاب، بعد مرور 9 سنوات تقريبا والحديث عن هذه الجوائز الكبيرة؟ سعد الله. الله يسلمك. في الآونة الأخيرة مع الإصدار الأخير هنالك حراك ما بين المعلمين ومنسوبي المدارس لتناولها الكثير من المعايير وقربها أيضا من الواقع الذي نتعايشه. الحراك نحمد الله ونشكره، أنا أسميه مواكب لمهارات القرن 21. جميل. اللي هي اقتصاد أو المجتمع المعرفة والوصول إلى اقتصاد المعرفة. صار هنالك ثقافة، صار هنالك إقدام على المبادرة والحماس لممارسة وتطبيق كثير من شواهد ما هو مطلوب في مؤشرات معايير جائزة التعليم للتميز. وبالقريات حقيقة في تنافس، يعني في حراك تربوي. لو رجعنا الإحصائيات جائزة التميز نجد عدد كبير يعني متقدمين يعني في المرحلة الأولى. حلو. يعني في التصفيات الأولى الحقيقة مما يعني ترك انطباع أيضا على أداء الزملاء، أثرهم في الميدان، وهو دائما إن شاء الله نبحث أن يكون لهذه الجائزة أثر في الميدان التربوي وأثرها على تطوير الأداء وتجويد العمل بشكل عام. طيب
وش طبيعة التنافس لما يسمع المعلمين مثل هذه الحراك وأنه في جائزة؟ هل هو تنافس في تقديم الأفضل أو أنه يعرفه على الشيء المطلوب حقيقة من المعلم في أداء داخل الفصل؟ المعلم هو أنت قلت أدوات القرن 21 يعني ممكن الجائزة تعرف المعلم بأدوات القرن 21 حتى أنه ما يكون طريقة تقليدية فيكون مبدع دائما في أداء التعليمي. دائما المعلم الذي يرغب بدخول المسابقة يحاول يوظف كثير من التقنيات اللي لها علاقة بالتطوير واللي هي مطلوبة بالتقويم أو التقييم، هي مطالب فيها في تحسين أداء، مطالب فيها في مثلا الأداء التنفيذي. أنا أشوف أنها حركت كثير من التوجهات من المعلمين وأيضا المعلمات إلى خوض هذه التجربة، وهي أكثر ما يعني ما يقوم به المعلم داخل بيئته الصفية، والمشاركة في المجتمع من حوله هي مؤشرات لجائزة التعليم للتميز. أستاذ مرشد، ما تعتقد حتى بالقريات أيضا في تغيير بالنسبة لأدوات المعلمين لما يسمعون عن الجوائز ويشوفون أيضا يشوفون ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تعرف المعلمين بالتميز عند بعض المعلمين؟ صحيح، فما نشاهده من مبادرات إبداعية في من قبل المعلمين، سواء المعلم القائد المرشد المشرف، أيضا هناك مبادرات إبداعية من إدارات التعليم صراحة، فيعني الحقيقة في نماذج طيبة لنا، إضافة لذلك إلى هي يعني شراكات يعني المجتمعية وخدمة هذا الوطن في جميع المجالات، يعني من ضمن المعايير وهو يعني يكون هناك شراكات اجتماعية يعني تحقق أهدافها، يعني فهذا يعني ملاحظة مشاهد في الميدان التربوي. أستاذ عبد الله، أرجع لتجربتك الأولى والثانية. هل أصبحت التجربة الثانية أسهل من الأولى؟ بحكم أنك عرفت المطلوب وعرفت كيف تؤدي بشكل أفضل وكيف تقدم أوراقك. التجربة الثانية صراحة ما يعني من التجربة الأولى ما أنقص فيها لعدم حصولي للمركز متقدم، حاولت بقدر ما يستطيع أن يعوضه في الدورة التاسعة هذه. بالعكس أعطتني انطلاقة ودافعية لأن أكون يعني مبادرا في كثير من الأنشطة والفعاليات، يكون لدي مجموعة من الشواهد التي أقدمها ليست اختلاقا للجائزة، ولكن هي ممارسة أنا أتعايشها مع هذه المهنة التي صراحة أشرف برسالتها وأشرف برؤية أنا بنيتها في الوصول إن شاء الله إلى مخرجات تخدم التحصيل، تحصيل الطلاب وزيادة حصيلتهم المعرفية وحصيلتهم المهارية، حصيلتهم القيمية، حبهم إلى المدرسة، حبهم إلى المعلم، حبهم إلى البيئة المدرسية بصفة عامة. أستاذ مرشد، آلاف المعلمين دخلوا هذه المنافسة، ترشح منهم 115 و114، ال114 قدموا أوراق، قدموا أشياء إبداعية، ما تعتقد أنه من خلال تعرفك على بعض المعلمين، على بعض إنجازاتهم، على بعض الأوراق اللي قدموها، أنه ممكن يكون هذول ال114 يتعرفون على أفكار جديدة، ممكن تطوروا مستواهم؟ نعم، لا شك بذلك، لأن الجميع يعني يرغب يطور أداءه، يعني سواء في كل المجالات الصراحة، مجال سواء أداء عمله داخل غرفة الصف أو ما أيضا تفعيل التقنية في جميع المجالات يستخدمها، يعني وكذلك ما يقوم بها أيضا يستفاد منها كقائد مدرسة أو المشرف التربوي أيضا، كل هذه يعني لها دور كبير. جميل، استفدت من حادثة عبد الله؟ طبعا من تتعايش معهم في مجال المهنة كان له دور كبير جدا في عملية التحفيز. الوالد عندي جزاه الله خير يعني كان يعني يعمل في التعليم ولديه المام بهذه المهنة، لكن لما أنت مثلا النسخة الرابعة لما تعرف أنه والله صاحب المركز الأول في المجال الفلاني، الجميع بيحاول يتعرف وش قدم، صح ولا لا؟ صحيح، قد يكون متاح أنه الجميع يتعرف على ماذا قدم المعلمين أو قدم المعلمون الحاصلين على جوائز متقدمة في هذه المسابقة. صحيح، ممكن أنها تكون تجعل المنافسة أكبر وأقوى في الأعداد القادمة، بل أنه يتعرف الجميع على بعض الأدوات المهمة في العملية التعليمية حتى الجميع يتطور.
إذا عندي ما شاء الله 115 أو 114 مرشحين للمركز الأول، معناته أنه ما شاء الله عندي عدد كبير من الذين فعلا يستحقون أنهم يتوجون ويكرمون لأداء متميز في العملية التعليمية. صحيح هذا الكلام صحيح. ما يمكن طرحه في هذه النقطة يعني وجدت الاعتماد الكلي في كيفية إظهار بعض الأفكار الابتكارية، بعض الأفكار الإبداعية، على أساس أنه يكون لك تفرد في عملية رفع تقريرك أو رفع الشاهد لمحددات مؤشرات جائزة التعليم للتميز. لا أخفيك يعني في الفترة من الممارسة الأولى إلى هذه الدورة كانت عملية التواصل ونشر ثقافة التميز يعني قليلة، وفي الآونة الأخيرة بفضل الله يعني هنالك حراك جميل جدا، حتى جائزة التعليم للتميز بادرت بفكرة رائعة ورائدة جدا لمسمى سفير التميز لنشر تلك الثقافة. من أحد الفائزين بهذه الجائزة في مراكزها المتقدمة. طيب أنا برجعكم الجو المنافسة، برجعكم للمسرح مع الزميل محمد المدني الآن متواجد في القاعة اللي راح يكون بإذن الله فيها إعلان النتائج الفائزين بجائزة تميز المعلمين أو للتعليم. أخوي محمد، بس ودي بس تسأل ضيفك المشرف اللي راح يكون معك الآن عن ماهية الجائزة أو ما الذي تغير عن النسخ السابقة والنسخة الحالية، ما هو الجديد بإذن الله في النسخ القادمة، وإن كان عندك بعض الأسئلة اللي تراها مهمة ممكن تسأل ضيفك ونستفيد منها في هذه الحلقة. اهلا بك علي، اهلا بمتابعي قناه عين في كل مكان. اليوم متواجدين في مسرح وزاره التعليم، حيث التجهيزات والاستعدادات لحفل جائزه التميز لدورته التاسعه في يوم غد. معي ضيفي للاستعلام اكثر او لمعرفه اكثر ما هي الاستعدادات والتجهيزات القائمه اليوم، مستشار الامين العام لجائزه التميز استاذ فهد الفاضل. استاذ فهد، هل لك ان تطلعنا على الاستعدادات اللي قمت فيها اليوم؟ حياكم الله على السهلة. الحقيقة احنا مش استعداداتنا مهمة من اليوم، يعني لنا اكثر من تقريبا 3 شهور احنا نستعد لهذا الحفل اللي نسميه عرس، صراحة عرس المتميزين والفائزين. اليوم احنا في جائزة التعليم للتميز نبتهج وفرحين جدا بهذه المناسبة، نزف 114 فائز وفائزة بجائزة التعليم للتميز. هذا الإنجاز هو غراس ومثمرة 8 دورات سابقة، نحن الآن في الدورة التاسعة، وبعد إن شاء الله بعد غد ننتهي حفل الدورة التاسعة، نبدأ بحفل ونبدأ بترتيبات وتجهيزات الدورة العاشرة إن شاء الله. 114 فائز عندنا غدا إن شاء الله نزفهم ونحتفل فيهم بحضور معالي الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم. إن شاء الله هؤلاء سيكونون سفراء للتميز في الميدان، سفراء للتميز في محيطهم التعليمي، في محيطهم ومجتمعهم. نطمح ونسعى إلى أن يكونوا ممثلين لنا في جائزة تعليم التميز في الميدان التعليمي إن شاء الله. الحقيقة جائزة التعليم التميز عاما بعد عام نرى ثمارها تتوسع أكثر وأكثر، ونرى أيضا انتشارها في المحافل. الحقيقة احنا أمس نشوف استقبال الزملاء الفائزين والفائزات في مطار الملك خالد، في استقبال حافل من هيئة الطيران المدني، نرى شركات الاتصالات. جميل. أستاذ فهد، نبغى نسألك عن العام القادم، ما الجديد العام القادم؟ لا بس لأني ذكرت شركات الاتصالات لازم أكمل المعلومة بعد إذنك. يعني شركات الاتصالات STC مشكورة، هيئة الطيران المدني مشكورة، الهيئة الرياضة، الاتحاد السعودي للرياضة، بعض الأندية، نادي الهلال، نادي الرائد، الفيصلي، التعاون، نادي الفيحة، أندية رياضية، نادي الشباب، كلهم تفاعلوا مع هذا العرس وهذا الحفل،
وقدموا تهنئتهم ومباركتهم للفائزين والفائزات. العام القادم عندنا الدورة العاشرة. الدورة العاشرة هي مختلفة تماما عن دورتنا التاسعة. الدورة التاسعة كانت عبارة عن 7 فئات، الدورة العاشرة وصلنا إلى 11 فئة إن شاء الله، منها فئات جديدة لأول مرة تطرح في الميدان. جميل، شكرا لك أستاذ فهد، شكرا لكم متابعين الكرام. أعود لك في الاستديو علي، كان هذا جانب من استعدادات التجهيز لحفل جائزة التميز غدا بإذن الله. تفضل علي. شكرا لك أخوي محمد الحقيقة على هذه التغطية، وفعلا معلومات مهمة أنه السنة القادمة راح يكون مختلف تماما، وبدال التسع أو بدال 7 راح تكون كم؟ 11. راح تكون 11، وإن شاء الله نشوفكم في النسخة القادمة بإذن الله. طيب، من رجعنا للمسرح رجع التنفس بالنسبة لكم، أخذتوا نفس للصعداء، وباقي نقص الوقت، باقي 18 ساعة تقريبا. طيب، بكرة إن شاء الله وأنتم على المسرح، هل تتوقع أستاذ عبد الله أنك راح تحصل على المركز الأول؟ والله حصولي على مركز من الـ10 هذا بحد ذاته أنا أشوف أنه إنجاز، ولي صحيح إنجاز أنك تكون من الـ10 بالضبط، لكن يعني وأنت على المسرح بكرة إن شاء الله. لا أخفيك، يعني أطمح وأرغب أن أكون في إحدى المراكز المتقدمة الثلاثة، ويا حبذا يكون المركز الأول، لأنه هو طموح كل معلم. طموح. طيب، في بالك شيء لو أخذت المركز الأول؟ طبعا في بالك أشياء كثيرة، أول ما يعني ما يدور في ذهني وقتها أقدم قبلة إلى على جبين الوطن، لأنه يستاهل كثير من العطاء الذي أعطي للتعليم. أقدم هذا الفوز إلى معالي وزير التعليم، إلى جميع وكلائه، إلى جميع القيادات في إدارة في إدارات العموم بالوزارة، إلى زملائي في إدارة تعليم مكة وعلى رأسهم الأستاذ محمد مهدي الحارثي، إلى مكتب التعليم بغرب مكة وعلى رأسهم أيضا الأستاذ خالد الجابري. طيب، وزملائي أيضا في المدرسة. أستاذ مرشد، أول مرة تشارك في هذا المسابقة وراح تعتلي المسرح بإذن الله. إن شاء الله كريم بإذن الله. تتوقع أنك تأخذ المركز الأول؟ والله أتمنى ذلك، لكن هي منافسة صراحة شرسة قوية بين قامات كبيرة الحقيقة. فالطموح إن شاء الله المركز الأول بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. إذا حققت المركز الأول تبي تهدي لأحد الفوز، أو تبي أو أخلي السؤال مثلا أقول لك والله من تبي تهدي الفوز، أو من تبي تكلم مثلا الوالدة، لمن تشكر اللي كان معك مثلا أحد ساعدك مثلا في هذه المنافسة؟ طبعا إهداء الفوز في المقام الأول للوالد والوالدة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعهم بالصحة والعافية، وإلى أخواني وخواتي وزوجتي وبنتي وأبنائي، هذا الشق الأول. الشق الثاني لكل زملائي في العمل، سواء في تعليم القريات اللي أمضيت معهم 17 عاما، وإلى زملائي الآن في جهاز الوزارة في الإدارة العامة للإشراف التربوي، وعلى رأسهم سعادة الدكتور محمد بن هندي الغامدي ومساعد الأستاذ محمد آل مشعف، ولكل زملائي إهداء هذا التميز. واضح من الأشكال ما شاء الله عليكم متحفزين للجائزة. أبدا، مع أنه باقي ترى تبي تنام وتريح إن شاء الله، لكن خلني بس أختم معكم برسالة توجهون للميدان التعليمي، بما أنكم من المرشحين للحصول على هذه الجائزة، وكونكم من الـ10 معناتها من المعلمين المتميزين على مستوى المملكة. أستاذ عبد الله، صراحة أنا أحث جميع الزملاء في الميدان بخوض هذه التجربة الجميلة، بإعطاء الكثير من الممارسات في البيئة الصفية. لا تتوانى، أقدم، توكل على الله، وسوف تجد الأبواب أمامك مفتوحة بإذن واحد أحد. سيد مرشد، أنا أقول لأي زميل وكذلك لأن سفعة غالية علينا وهم الطلاب والطالبات، أقدموا وأبدوا ونحن معكم، وأبداً حنا جاهزين في أي استشارة. وأنا لا أخفي كثير من الزملاء لأن تواصل معي من شرق المملكة وغربها وجنوبها وشمالها، وأبداً حنا مستعدين في أي وقت اللي نشر هذه الثقافة، ونسعد الصراحة بأي اتصال أو استشارة. وبإذن الله أنكم من المراكز الأولى بإذن الله، نتمنى ذلك، وودنا والله كل المعلمين اللي مشاركين هم يحصلون على المركز الأول. إذن كان معنا الأستاذ مرشد الكويكبي، مشرف عام القيادة المدرسية في إدارة الإشراف التربوي، المرشح لفئة المشرف التربوي. شكرا لك.
العفو. وفي الختام أشكر صراحة مقام الوزارة ممثلة بمعالي الوزير تعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي النائب الدكتور عبد الرحمن العاصمي وسعادة الأستاذ الدكتور عيد الحيسوني وسعادة الأستاذ محمد الطويان أمين جائزة التعلم وجميع فريق العمل للأمانة. طيب أستاذ عبد الله الزهراني المرشح لفئة المعلم المتميز من إدارة تعليم مكة، شكرا جزيلا لك. العفو، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. والحمد لله على كل حال. الحمد لله. هذا ما استطعنا أن نقدمه في هذه الجائزة. بالتوفيق إن شاء الله. طيب بالتوفيق للجميع. إذن أعزائي المشاهدين فقراتنا متواصلة، لكن المعلم الحقيقة يستحق أكثر من ذلك. والحقيقة ما قدمته بعض الشركات المشاركة لهذه الجوائز، المفترض أن جميع مؤسسات الخاصة والتجارية تشارك في دعم مثل هؤلاء المعلمين. شيء جميل ورائع استقبالهم من المطار، شيء جميل ورائع أن تشاهد 114 معلم كلهم متميزين بإذن الله. مع الاستحداث الجديد لهذه الجائزة نشاهد أعداد أكبر من المعلمين المتميزين اللي شفناهم ليس فقط على مستوى المملكة، شفناهم أيضا على مستوى العالم. فقراتنا متواصلة في عين التعليم، فاصل قصير بعدها نعود لأبرز ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي. السلام عليكم، أنا محمد. أنا أعشق لغتي العربية لأنها هي الأرقى والأجمل، ويسعدني أن أدعوكم إلى برنامج كلمني عربي. ما هذا؟ لك أسبوع لم تأكل طعاما؟ لك أسبوع ما أكلت؟ فعلا ما بقى أسبوع لم تطعم نفسك شيئا؟ وائل، طيب شوف أنا، خليني أفكر. أنت كل أسماك صعبة. قد يقال زرت معرض الكتاب، والصحيح أن يقال زرت معرض الكتاب. قل للشباب اليوم بورك غرسكم، دنت القطوف وذللت تذليلا. تول تول كلمة أجنبية وأصلها عربي الطول. كلمني عربي. أسأل الله يا عادل أن يبدل حزنك بالفرح. يا سلام، يبدل حزنك بالفرح. لا والله أنت تدعو علي يا فيصل. أعوذ بالله. بما أنك تريد أن تدعو لي قل أسأل الله أن يبدلك الفرح بالحزن. بالحزن. كلمني عربي يأتيكم في الأوقات التالية. هل يمكن لرجل أن يمشي على الماء؟ وهل يستطيع الإنسان أن يطير ويهبط كطائر حقيقي؟ هل يمكن إعادة شحن الهاتف الذكي من خلال فركه في السجادة؟ هل تعلمون أن بعض المعلومات على الإنترنت كذب خالص؟ وهل علينا أن نصدق كل ما ينشر على الإنترنت؟ يكشف ذلك كله وأكثر فريق متخصص من العلماء والباحثين في برنامج هل تعلم؟ يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع أبرز ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع التحدي والطموح وحصول الجوائز أو حصد الجوائز مع أولى التغريدات معنا هنا من أخبار السعودية. كما تحدثنا في وسائل التواصل الاجتماعي عندما كان الجميع يتحدث عن حدث جميل ورائع من أحد أبناء الوطن، والحديث عن فاطمة الحربي اللي اكتشفت ثغرة أمنية في نظام أبل ومايكروسوفت، والشركة تقدم لها الشكر.
الحقيقة حبينا أنه يكون معنا الحقيقة اتصال مع فاطمة الحربي من أمريكا من أجل الحديث والددشة حول هذا الاكتشاف الجميل والرائع من أحد أبناء الوطن اللي شرفنا الحقيقة من أبنائنا الطلاب. كما تعودنا في هذا البرنامج كل حلقة نطلع بواحد من أبناء الوطن سواء كان معلم أو طالب باكتشاف جديد ورائع يخدم العالم أو يرفع علم المملكة العربية السعودية. فاطمة الحربي أهلا بك معنا في عين التعليم من خلال سكايبي وحياك الله معنا. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة ودي بس نتحدث عن مرحلتك الدراسية ونوع تخصصك في هذه المرحلة. أنا طالبة دكتوراة بجامعة يونيفرسيتي أوف كاليفورنيا ريفرسايد من قسم الحاسب الآلي وامتداد لتخصصي في البكالوريوس والماجستير. حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة وحصلت على درجة الماجستير من جامعة كاليفورنيا ستيت يونيفرسيتي في مدينة لوس أنجلوس. وتخصص الدقيق هو الأمن السيبراني. جميل. وتحديداً أمن شبكات ومعلومات ونظم وأبلايد كريبتو أو التشفير التطبيقي. وأيضاً أعمل محاضرة في جامعة الطيبة في حرمها الجامعي التابع لمحافظة ينبر. جميل. فاطمة ودي فقط تحدثينا أيضاً عن نوع الثغرة اللي تم اكتشافها من خلال الأنظمة العالمية اللي تعتبر من أقوى الأنظمة على مستوى العالم. التهكير اللي عملته على النظام ماك او اس وعلى باقي أنظمة التشغيل اللي هي الويندوز والأوبونتو. هذا التهكير يستغل مجموعة من الثغرات المتعلقة بالدي ان اس او الدومين نيم سيستم. الدي ان اس هو بروتوكول حساس في شبكة الانترنت وهو المسؤول عن عملية ربط اي مجال الكتروني مثلا google.com بعنوانه الالكتروني الخاص فيه او كما هو معروف بالاي بي ادرس. التهكير المشروح في الورقة العلمية يستغل ثغرات أمنية موجودة في DNS API أو DNS Service بحيث يستفيد منها الهكر ويقوم بعملية ربط المجال الإلكتروني اللي يبغى يهكره بعنوان إلكتروني مربوط بويب سيرفر يكون تحت تحكم الهكر. وهذا النوع من التهكير يسمى بالDNS Cache Poisoning Attack. وهذا النوع ما هو جديد، قد تم دراسته سابقاً، لكن الجديد هو أنه هذا التهكير اللي عملته الضحية فيه تكون أجهزة المستخدمين مباشرة مثلاً اللابتوب، أجهزة الحاسوب المكتبية، الجوالات، التابلت، وليست خوادم الدي ان اس الموجودة على سحابة الانترنت. وكما ذكرت هذا التهكير عملناه على 3 من أنظمة التشغيل واللي تعتبر أكثر 3 أنظمة مستخدمة عالمياً. جميل. يعني هناك معايير بالنسبة لهم للتأكد من أنه فعلاً هناك ثغرة أكيدة في هذه الأنظمة؟ طبعاً، يعني هم يستخدموا بروتوكول معين أو ستاندرز معينة بناءً على الـ RFC. لكن والديفنس اللي بيستخدموه ضد هذا الأتاك خصوصاً بعد أتاك انعمل عام 2008 بباحث اسمه دان كامينسكي استغل فيه انه المنفذ المستخدم من قبل اجهزه المستخدمين دائما يكون ثابت اللي هو بورت 53. وبناء على ذلك سووا تحديث امني او طريقه جديده كحمايه ضد هذا الاتاك اللي هي انه خلوها راندوم. فالثغرات اللي وجدتها استغلت ثغرات معينه. جميل. علشان اقدر اعمل بريدكت لهذا السورس يو دي بي بورت. طيب استاذه فاطمه بختم معك بهذا السؤال، كيف شفتي حفاوه الناس في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ما وصلهم هذا الخبر؟ طبعا انا صراحه لما عملت البحث ابدا ما كنت متوقع ولا 1% انه راح القى هذا الكم من الدعم والتشجيع والفرحه اللي حقيقي فعلا وصلتني. يعني حتى في من العائلة ناس احتفلوا بي وأنا ما كنت موجودة، يعني أنا إلى الآن موجودة في أمريكا لسه ما نزلت السعودية، ما زلت طالبة. فهذا الشيء أكيد راح يخليني أقدم إن شاء الله الأفضل بإذن الله. إذا نتمنى لك التوفيق يا فاطمة، تستاهلين وكل أبناء الوطن المبتعثين في كل دول العالم تستحقون الحقيقة المشاهدة والتشجيع. شكرا. وأتمنى لك التوفيق وترجعين سالمة غانمة إن شاء الله إلى أرض الوطن.
إن شاء الله، الله يسلمكم بإذن الله. إذن شكرا لفاطمة الحربي الحقيقة على هذا الإنجاز الرائع، وتستحق الإشادة، وبإذن الله ترجع إلى أرض الوطن بعد هذا الإنجاز الجميل والرائع اللي اعتدنا عليه من أبناء الوطن. إذن أعزائي المشاهدين، كان هذا هو أبرز ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الحلقة. أو قبل لا أختم، باقي عندنا أيضا تغريدة المعذرة، فارس الهمامي يتحدى التوحد ويحصد ثاني مراكز مسابقة القرآن الكريم على مستوى المملكة من خلال تغريدة لتعليم منطقة نجران، إذ يباركون للطالب فارس الهمامي في برنامج التوحد حصوله على المركز الثاني على مستوى المملكة. في صورة له يا شباب؟ ما في صورة. طيب، إذن أعزائي المشاهدين، وصلنا للمحطة الأخيرة من برنامجنا. الحقيقة اليوم نتحدث عن بصمة جديدة وبصمة رائعة لمعلمة حققت الكثير من الإنجازات على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم. معلمة تربية إسلامية معها لغة إنجليزية، جابت العديد من دول العالم المتقدمة من أجل الحصول على أو حضور بعض المؤتمرات، حتى حصلت على العديد من الجوائز من برامجها وأطروحاتها المتميزة. نتعرف عليها من خلال تقرير بصمة ومع زميل بدر الدوسري. المعلم السعودي كان له أبرز الأثر في الركض بسير العالمية منهجا، وتفرد فأشادت المحافل بأسماء المعلمين الأبطال. نورة هادي ألسرور تساهم في فنلندا بصناعة اسم المعلم السعودي، وتحصل على جائزة شركة سيبو العالمية في صناعة الألعاب التعليمية بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط. نورة هادي ألسرور فعلت في منصات التعليم حضور طالباتها الفعلي باستراتيجيات التعلم النقال والتدريب الذاتي وفق مهارات القرن 21 لصناعة منتج وطني بمواصفات عالمية. فنلندا أعلنت في تصفيات 2018 منح المعلمة السعودية نورة ألسرور شهادة الإنجاز في تصميم الألعاب التعليمية، ووضعت بذلك بصمة الوطني في العالم. لقناة عين بدر الدوسري، الرياض. إذن اليوم حلقتنا وفقراتنا كلها تميز بتميز من المعلمين أو من الطلاب على مستوى العالم، نورة ألسرور من تعليم نجران أو من إدارة تعليم نجران، حضرت اليوم معنا في الاستوديو. العديد ما شاء الله من الجوائز حصلتها، جائزة محمد بن راشد للتميز، جائزة التميز في نسختها الرابعة أو الخامسة على ما أعتقد، أيضا حصلت على جائزة أو الشركة الفنلندية سيبو وغيرها من الجوائز التي حصلت عليها الأستاذة نورة ألسرور. أهلا بك معنا في عين التعليم. يا هلا ومرحبا، حياكم الله، شاكرة لكم هذه المبادرة الرائعة في استضافتنا وتسليط الضوء على المتميزين. طيب، الأستاذة نورة طالبة تربية إسلامية في تعليم نجران، ولما أتحدث عن الجوائز الآن قدامي ما شاء الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 جائزة، من أهمها التميز في المملكة العربية السعودية، محمد بن راشد للتميز، حمدان بن راشد للتميز، أيضا عندك الشركة الفنلندية العالمية للتصميم التعليمي، مشاركاتك على مستوى العالم، حضورك مؤتمرات، دخولك في عالم البرمجة وتكريمك على مستوى المملكة في ساعة البرمجة، وغيرها من الجوائز. الحمد لله. خلينا نتحدث عن بدايات الأستاذة نورة.
معلمة تربية إسلامية تخرجت من كلية الشريعة. نعم، كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. جميل. بعد ذلك طبعا ولله الحمد تمكنت من الحصول على الدبلوم التربوي. جميل. وبعد ذلك التحقت بكليات الشرق العربي للدراسات العليا وتخصصت في تكنولوجيا التعليم، وهذا مما ساعدني ودعمني. وش اللي نقل الأستاذة نورة من هذا المجال معلمة تربية إسلامية أصبح اهتمامها التكنولوجيا؟ لأنه بإذن الله يعني يحصل لي توافق في العطاء، بحيث أن الاتجاه والتحول الرقمي ورؤية 2030 تنص على التعزيز الرقمي، فحبيت أنه يكون عندي بإذن الله وسع أو مجال واسع في التخصص، بحيث لا أبقى على تخصص واحد وإنما أختار عدة تخصصات تخدمني في المنهج. فمن خلال تكنولوجيا التعليم تمكنت من الرقي والصعود بطالباتي في مناهج العلوم الشرعية. 1440 جائزة تميز التعليم. جائزة تميز التعليم عام كم؟ كانت عام 1435. إيه 35، إيه نعدل التواريخ 35. بعدها كانت جائزة حمدان بن راشد المكتوم 1439. ما شاء الله. وجائزة سيبو تصفيات 2018 تصفيات صيف 2018. وش تبين نبدأ؟ نبي نبدأ مع جائزة سيبو، وش فكرتها؟ جائزة سيبو طبعا هي جائزة طبعا نتحدث دولية. بس أوضح للمشاهدين نتحدث عن حدث عالمي على مستوى العالم. الأستاذة نورة حصلت على هذه الجائزة كون قدمت ورقة عمل أو مشروع جميل يستحق الإشادة على مستوى العالم، وحصلت على هذه الجائزة على مستوى الأوروبي. على مستوى؟ على المستوى الأوروبي وعلى مستوى الشرق الأوسط. ممتاز. وهي جائزة سيبو في تصفيات 2018. طيب طبعا تنص الجائزة على التصميم الإبداعي للتعلم باللعب أو التعلم الرقمي. كانت بداية الفكرة أو ولله الحمد حضوري السنوي لمؤتمر جيس دبي اللي هو معرض الخليج لحلول ومستلزمات التعليم، بادرة خير يعني حيث أجد كل جديد. فأنا دائما أبحث عن المجالات المطورة للتعليم أو عن الدول الرائدة في التعليم، أدخل الأركان أبحث في أحدث شيء في التعليم، أتابع كل شيء رقمي. فوجدت في أحد الأركان كان تعليم فنلندا، وكان فيه الأستاذة وجه لها تحية من هذا المنبر كاتيا القيسي والأستاذة فيدا شتا، كانوا في الركن فمنحوني عضوية في منصة سيبو. المحادثات هذه كلها باللغة الإنجليزية؟ في باللغة الإنجليزية وفي باللغة العربية، ما بين وبين يعني طبعا. معك لغة إنجليزية؟ نعم الحمد لله. ما شاء الله. بمجهود ذاتي يعني مجهود شخصي بما يقدرنا الله سبحانه وتعالى. طبعا مصطلحات التعليم سهلة يعني باللغة الإنجليزية ومعروفة ومتعارف عليها. فالحمد لله دخلت الموقع وصممت وفوجئت بأنهم يوجهون لي دعوة لخوض مسابقة كبيرة على مستوى الشرق الأوسط. وأنه راح يتم نشر هذه الألعاب أو هذه التصاميم على مستوى دولي كبير. بعد موافقتي بفتح المكتبة وبعد موافقتي بالدخول في المنصة والمسابقة تم ولله الحمد إخباري بفوزي ولله الحمد ضمن المرشحات لصيف 2018 وفزت. واستدعوني الحمد لله التكريم في أوروبا مؤتمر أركتيك القطب الشمالي. جميل. متى هذا إن شاء الله؟ الحمد لله تم في آخر ديسمبر. آخر ديسمبر الماضي. تستاهلين. طيب بالنسبة لمشاركتك في الجائزة السعودية تبرمج، أنت شاركتي فيها. نعم. وأيضا ما شاء الله من ضمن الفائزين في ولله الحمد من ضمن الفائزين. هذه المسابقة دخلتي فيها كأفراد؟ دخلت فيها كأفراد، لكن بما أني خبير معلم مايكروسوفت فاشتغلت من هذا المنبر أو من هذا المنطلق. طبعا شركة مايكروسوفت وجهت لي دعوة وتم إرسالها لمدير المنطقة دكتور محسن حكمي، وتم تبليغي بأني مدربة مايكروسوفت على مستوى المنطقة، لأن أساسا حصلت على الكارنيه
التدريب من مايكروسوفت. تستاهلي. فمن خلال هذه العضوية بدأت ولله الحمد العمل داخل الميدان بمنطقة نجران على مستوى الجامعة، على مستوى الكليات، على مستوى المدارس التعليم العام بنشر ثقافة السعودية تبرمج، ولله الحمد يعني دخل من خلال النك الخاص فيني في السعودية تبرمج مجموعة كبيرة من المعلمين والمعلمات وكذلك من أفراد المجتمع بشكل عام. بس ودي أرجع للمسابقة اللي شاركت فيها، أنت تربية إسلامية، وش كانت فكرة المسابقة أو فكرة المشاركة بالمسابقة؟ بالنسبة لسيبو؟ لعبة سيبو؟ جائزة سيبو. طبعا هناك من الجاليات الإسلامية بأوروبا وبكل مكان بالعالم العديد، وكذلك يأخذون مناهجهم باللغة العربية. حلو. طبعا تصاميمي كانت باللغة العربية وكانت تخص المناهج التربوية الإسلامية. اي وش فكرتها التصميم؟ وش فكرته التصميم؟ فكرته انه تصمم مثلا او اصمم المنهج كامل بحيث انه يكون لعبة في يد الطالب او الطالبة او مسار معين، بحيث انه يمسكون مثلا الماسة ويتبعونها ويجمعون بقية الألماسات، وكل ألماسة بإجابة على سؤال، او كل ألماسة بفكرة من الأفكار يطرحها، أو كل ألماسة بصورة يعبر عنها حتى يصل إلى الألماسة الكبيرة. طبعاً الأستاذة نورة معلمة تربية إسلامية في المرحلة الابتدائية. والمنهج اللي قدمتي يخص المرحلة الابتدائية، وكذلك بشكل عام في نوع من الثقافة الإسلامية طرحت بشكل عادي. كانت الفكرة مميزة بالنسبة لهم كونك تقدم مادة علمية باستخدام الألعاب. نعم. شيء جميل. نعم. طيب. وكان في تنافس عظيم بين الطالبات. ممتاز. وتم ايضا تعريف الزميلات في الميدان وخارج الميدان من المناطق الثانيه، تواصل معي زميلات وتم تعريفهم بالموقع وتم تعريفهم بكيفيه العمل. وبالنسبه للمنظمه او منظمين موقع سيبو تم شكرهم لنا مسبقا قبل الفوز. جميل. طيب. واشارتهم بال اتحدث عن سنوات طويله الحقيقه للاستاذه نوره، خريجة تربية إسلامية، تعلمت اللغة الإنجليزية ودخلت المواقع من أجل تطوير نفسها وتطوير العملية التعليمية عندها، ثم انتقلت في رسالة ماجستير أو الدكتوراه إلى التقنية. نعم. عام 35 جائزة التميز، 39 حمدان بن راشد، صيف 2018 جائزة سيبو للبرنامج أو التطبيق أو الفكرة الإبداعية اللي قدمتيها في المادة العلمية تقدمينها لطلابك. ما شاء الله، هذه المسيرة الزاخرة بالأعمال والطموحات والأهداف اللي أصبحت تتحقق كل سنة ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد. هناك من يتحدث أن المعلم مكانك تستقبل طلاب تخرجهم نهاية السنة، يجونك طلاب ثانيين وهكذا باستمرار، لكنه ما في تقدم من ناحية الوظيفة، ما هي تقدم من ناحية المركز مثل بعض الوظائف كونه يتطور في انتقالاته المرحلية حسب الوظيفة. وش رأيك على مثل هذا الكلام أستاذي اللي يجي من بعض من يشاهد المعلم؟ فعلا أجد العديد من الكلام حول هذا الموضوع. أنت شو رأيك؟ أحيانا تواجهني بعض الأسئلة، لماذا لم تنصبين تطلعين لمنصب؟ عرضت علي العديد من المناصب حقيقة. لا خلي المناصب، أنا أتحدث عن التطوير. نعم أنا في التطوير. أنت تقول على أساس العلاوات أو على أساس الرتب؟ لا غير العلاوات، أتحدث أنه يقول المعلم هذا هو مكانه، ما في تطوير. هذا صحيح؟ هذا هو. لا بالعكس، بما أنني معلم مخلص أعمل على تطوير نفسي وتطوير ذاتي، فبالتالي سينعكس ذلك على طلابي، فبالتالي سينعكس على مهنتي بشكل كامل، فبالتالي طلابي هم من سيرفع ذكري ومن سيرفع عملي. ولله الحمد طالباتي سنويا بالتعامل معهم أو بإنتاجهم هو ما يرفعني. أعطيك أقرب مثال، عندنا طبعا في مايكروسوفت المنتدى الدولي السنوي لشركة مايكروسوفت، فيه مشاريع تقدم على مستوى المملكة وتترشح إلى المنافسة على مستوى العالم تبع شركة مايكروسوفت. طبعا كان عندي المشروع الرئيسي للعام 1439 ديجيتال سوشيال انتليجنت بروجكت، طبعا بعد عرضه على شركة مايكروسوفت للمنافسة على اختياره للمشاركة في مؤتمر إيتوب سنغافورة، طلب مني لا نريد المشروع، نريد ماذا فعل الطلاب. جميل. أين إنتاج الطلاب؟ وكان هذا قياس بصراحة معيار جميل جدا أعجبني من شركة مايكروسوفت. تم ولله الحمد رفع جميع أعمال طالباتي ورفع جميع الصور أو جميع الإثباتات التي تثبت أن هذا من جهد الطالبة وهذا من إنتاجهم، وكذلك عرض مرئي من الطالبات أنفسهم والحديث باللغة الإنجليزية عن المشروع.
جميل ولله الحمد. المرحلة الابتدائية من المرحلة الابتدائية وتم رفع المشروع واختياره وتم للأستاذ أنتوني الأستاذ أنتوني رئيس شركة أو نائب رئيس شركة مايكروسوفت في العالم بعد اطلاعه على المشروع بعد اطلاعه على وهو يرى الطالبات يعملنا في المشروع عند مروره بالركن الخاص بنا أعطانا كلمة amazing يعني مذهل جدا أذهل العرب. أكيد الطلاب راح يكونوا مذهلين إذا كان عندهم معلمة مذهلة متميزة الحقيقة دائما ما يحرص على تطوير ذاته. ما شاء الله السنوات اللي راحت كلها العديد من الجوائز ما شاء الله تبارك الله ولله الحمد وتستحقين الحقيقة الإشادة والتكريم والحديث عن معلمة متميزة مثل بقية المعلمين. إذا الأستاذة نورة آل سرور من إدارة تعليم نجران شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة واللقاء يستحق ساعات لكن هذا هو وقت البرنامج. شكر لكم أخوي وأوجه شكر وعرفان لأسرتي الحبيبة وعلى رأسهم الوالدة الغالية التي دعواتها ترافقني في كل حين ولله الحمد. كذلك أخوتي لم يألوا بأسا ولم يألوا جهدا مقلا في مساعدتي سواء في تسهيلات السفر سواء في تهيئة الجو داخل المنزل للإنجاز. طبعا لا يتم هناك إنجاز لو وراها أيادي بيضاء. كذلك أوجه كلمة شكر وتقدير لدكتور محسن حكمي مدير عام التربية والتعليم مدير عام التعليم بالمنطقة فهو دائما معنا ومحفز ودائما معطاء وزي ما تعلمون جميعا التميز لابد له من تسهيلات لابد له من جو مهيئ لابد له من بيئة حاضنة فلله الحمد حظيت في تعليم منطقة نجران من سواء من قبل الدكتور محسن أو من قبل الإدارات والإشراف التربوي باحتضان وبمساندة قوية جدا. شكرا لك سيدة نورة. الحقيقة اليوم حلقتنا مليانة من المعلمين المبدعين والطلاب كذلك اللي يتحفون في هذه الحلقة فحلقتنا اليوم حلقة ثقيلة وأخذنا وقت كثير. أعزائي المشاهدين ميدان عين التعليم مفتوح للجميع لمن أراد أن يشارك سواء في موهبة أو عنده بصمة بإمكانه أن يتواصل معنا من خلال وسائل التواصل الخاصة بعين التعليم ويتظهر أمامكم على الشاشة. إذن نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة ونشوف رسمة شروق معنا في هذا اليوم وين وصلت في النهاية. تقول بالعادة هتطول الرسمة لكن نوري المشاهدين ولا أسألك آخر سؤال بعد نوريهم. أسألني أول. طيب من أبرز الداعمين لك؟ الأهل. أنت قلتي لي في التخصص أنت تخصصك في؟ تمويل واستثمار كلية اقتصاد. طيب وأنت تحبين الرسم ومهتمة بالرسم. المستقبل ايش راح يكون بالنسبه لشروق؟ ان شاء الله قاعده افكر افتح محل. جميل. لان على تخصصي انا وودي بعد اكون ارسم فيه فانا ما استعد شيء لوحاتك. بالضبط. جميل ويتوافق مع المجال باذن الله. طيب نوري المشاهدين يلا بسم الله تبارك الله. بس مو دقيقه مره. وهذه رسمه شروق معنا لهذه الحلقه تختم بها وهي صورة لأختها. شو اسم أختك؟ مسك. مسك تستاهل مسك هذه الرسمة كأهداء لها في هذه الحلقة. يعطيك العافية شروق أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله نشوفك مشروع ناجح في هذا الوطن لإبداعك اللي نثرته اليوم عندنا خلال 40 دقيقة. يعطيك العافية. شكرا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق عمل هذا البرنامج عن التعليم نرصد لترى